لحظة نفرح في لحظة، نحزن في لحظة، والعمر كله لحظة مرة، وساعات بتحلى وهي رحلة تخلص في لحظة. يا ترى اللي جاي قد اللي فات من عمرنا، مين اللي عارف بكرة ايه مكتوب لنا؟ لحظة ألم قلب اتظلم، دمعة فراق فرحة لقاه، صعب الحياة وهينا، أسيا وساعات حنينا. أجمل مشاعر الدنيا على الإطلاق بعد الأنس بالله هي مشاعر الحب، حب الرجل لزوجته وحب زوجته له. إذا أحب الإنسان فإنه يرى الدنيا من حوله جميلة، يشعر بالسعادة في كل عرق من جسده، يشعر بالثقة في نفسه، ينسى كل لحظات الإساءة التي مرت في حياته. ولكن الحب لا يحلو إلا بالتعبير عنه، فهذا أقسم ألا يمر يوم عليه إلا ويخبر زوجته بأنه يحبها. مرة كتبها على الوسادة، وفي اليوم التالي أرسلها في رسالة الهاتف، وفي يوم بعده وجدتها على مقعد السيارة: زوجتي أنا أحبك. اطمأنت وشعرت بكامل الثقة في تلك العلاقة الجميلة. حدثني أحد أصدقائي وهو يعبر عن سعادته في بيته أن زوجته قامت في منتصف الليل وفي أشد أيام الشتاء برداً لتأتي له بكوب من الماء عندما أحست بعطشه، وكأنها تقول له: راحتي في رضاك يا حبيبي. رأيته يتكلم عنها وعينه لامعة من أثر لحظات الحب على قلبه. ويزداد الإعجاب ببعض الأزواج الذين فهموا لغة الهدايا عند نسائهم، فقيراً كنت أو غنياً، فإن للزهور سحراً في قلب المرأة، ورؤية المرأة للزهور في يد زوجها تعني أنه يقول: أنا مهتم بك، أنا مقبل عليك، أنا أقدرك وأقدر تعبك من أجل بيتنا. ما أسعد الرجل إذا رجع مهموماً من عمله فوجد امرأته تشعر به. تلك لحظات الحب التي تحيا بها زهرة المودة والاشتياق وتبنى عليها البيوت. هكذا عاش رسول الله صلى الله عليه وسلم مع زوجته، يناديها بألطف الأسماء حتى تعلم أنها في قلبه مميزة، ويتسابق معها حتى تتأكد أنه يحب قضاء لحظات الحب معها، ويعبر عن حبه ولو أمام الناس، لأن لحظة الحب أجمل ما في الحياة. لحظة الحب أجمل اللحظات اللي بيبحث عنها الإنسان. لحظة الحب لو تواجدت يتواجد معها كل لذة وكل متعة. آلاف الأفلام والشرايط والتمثيليات والأغاني اللي بتتكلم بس عن متعة اللحظة دي. الفلاسفة ما عندهمش تعريف يعني إيه حب، كل ما يتكلموا إن اللي بيحب بيعمل كذا، لكن الحب إيه؟ قالوا إن هو شعور لا يوصف، لكن سموا لحظة الحب وقود الحياة. فاللي مفتقد للحب مفتقد للحياة، وأتعس الأوقات وأتعس البيوت وأتعس العلاقات هي علاقات الفترة اللي ما فيهاش لحظات الحب. وإحنا عندنا حلقتنا لحظة حب، لحظة حب بين المتجوزين، ولحظة حب بيننا وبين بعض كأصحاب وقرايب ومعارف. وأنا عايز أقول لك على حاجة: لن نستسلم أبداً للحقيقة الشيطانية اللي بتقول إن البيوت بعد الجواز بينتهي منها الحب، وإن الحب قبل الجواز وبعد الجواز مسؤوليات وحياة ونكد. لأ، إحنا يا جماعة اللي بنصنع لحظات الحب دي علشان تخلي البيت في منتهى الجمال. وخد بالك، أي حد بيسمعني النهاردة وأنا هتكلم عن الحب بين المتجوزين وهو عنده نفسية يا عم بقى ده أنت فايق ورايق، حب إيه في الأيام اللي إحنا عايشين فيها دي؟ براحتك، أنا بكلم واحد نفسه يعيش سعيد،
بكلم واحد نفسه يعيش في حياة جميلة، البيوت اللي اختفى منها الحب اختفت معاها الرحمة والتفاهم والمودة والتسامح. أنا النهاردة جاي علشان أتكلم عن لحظة حب لسببين، علشان لحظة الحب أنت ممكن تصنعها لو لقيت البيت فاتر، أنت كراجل أو ست واسمع مني كويس النهاردة، تصنع لحظة الحب عشان تضخ الحب والسعادة في البيت، أو علشان لو حسيت بالحب تتعلم إزاي تعبر عن لحظة الحب. ليه ربنا خلق الحب بين الست والراجل؟ سببين تتأمل فيهم في حكمة ربنا للشعور الجميل ده. الحب بيخليك تشوف الجمال، اتنين الحب بيطلع أجمل ما فيك. الحب بيخليك تشوف الجمال، لو عندك لحظات حب كتيرة بينك وبين مراتك أو بينك وبين جوزك هتشوف الجمال اللي في شريكة الحياة أو في شريك الحياة. احنا عندنا مثل يقول لك حبيبك يبلع لك الزلط وعدوك يتمنى لك الغلط. اللي بيحبك بيشوف تصرفاتك الحلوة زي العسل ويشوف تصرفاتك الوحشة مقبولة، ويبدأ يحاول يساعدك إنك أنت تغير من نفسك. علشان كده الحب اللي عنده حب بيشوف الجمال في اللي قدامه، إذا تواجد الحب تواجد الجمال. عايز أقول لك على حاجة، اللي بيحب بيتقبل وبيساعد اللي قدامه إنه يتغير، واللي ما بيحبش بيبقى سبب في إن اللي قدامه يتعقد. أحلى كلمة ممكن تسمعها من شريك الحياة بحبك أو بحبك، لما ما بتطلعش اللي قدامك مش عنده طاقة إنه يطلعها، فلازم نتعود نصنع اللحظات دي عشان نشوف الجمال. اتنين، الحب بيخلي الإنسان يظهر أجمل ما فيه. اللي بيحب بيضحي، اللي بيحب بيسامح، اللي بيحب بيعطي، اللي بيعرف يحب بيعرف يكون إنسان عمال يغير في نفسه عشان يكون هو الشريك المناسب. اسمع، الكل بيقول أنا بدور على الشريك الحياة المناسب، لكن مش كتير بيقول أنا عايز أكون أنا الشريك المناسب. فتعالوا مع بعض النهاردة نتعلم إزاي نصنع لحظة الحب. بالنسبة لي لحظة الحب الفيك فيها أن أنت تبقى قاري اللي قدامك قوي، يعني عارف بالظبط هو بيحب إيه، بيكره إيه، بيتنرفز من إيه. طبعا هي حاجة مش سهلة خالص يعني، بس وفيها تنازلات كتيرة قوي وكمبرومايزنجز كتيرة جدا أن أنت توصل للمرحلة دي، لأن أنت هتيجي على نفسك أكيد في حاجات كتير سواء لراجل أو ست. لكن في نفس الوقت هي أن أنت تقرأ اللي قدامك قوي عشان يوم ما تعمل حاجة تبقى واصلة للي قدامك. ممكن أنت تعمل حاجة أنت عامل فيها إفورت جامد جدا لكن هي ما وصلتش للي قدامك. الحب عند الراجل مشروع عايز ينجزه، تمام، من خلاله بيحس بنفسه، بيحس ان هو انجز شيء، بيحس ان هو مقدر، بيحس ان هو مطلوب، له عوزه، له احتياج. في كلمه او مفهوم عجبني جدا عن فكره الحب، سواء بقى بينك وبين مراتك او بينك وبين اي حد، بس لو بنتكلم في حلقتنا دي او في موضوعنا دلوقتي عن انت ومراتك، ان الحب بيساوي العطاء. على قد انت ما بتعطي على قد ما الحب بيتوجد ما بينكم انتوا الاثنين. ولحظات الحب بعد الجواز هي مش رومانسيه، هي محتاجه رومانسيه، ولكن هي اكتر لحظات في رايي انا، يعني هي لحظات امان. يعني انا بحب جوزي فانا بحس بالامان معاه، بحس اني عايزه اساعده، عايزه اشوفه مبسوط. ومهم جدا ان الست تخلق الحب ده، يعني هي ليها عامل، هو مش بس مشاعر بتتحرك، ولازم الاساس يكون في مشاعر طبعا في الاول بتتحرك، بس في ست وراجل يقدروا يكملوا الحب ده ويكبروه ويخلوه اعظم حاجه في الدنيا، وفي ناس بتتجاهله وبتتريق عليه وكده فبتضيعه خالص. وتعالوا مع بعض نعيش لحظه الحب بين المتجوزين، وباول طريقه من طرق التعبير من لغات الحب الخمسه، كلمات الثناء والتشجيع. وانا بتكلم معاكم هذكر لكم بحث اتعمل على مستوى العالم، بيسالوا العيال الصغيره هل في حب بين والدك ووالدتك، فكانوا العيال بتقول هم بيعملوا ايه قدامهم يخلوهم يحسوا ان احنا بنحب بعض. كلمات الثناء والتشجيع، شوف، من اكتر المشاعر الجميله اللي شريك الحياه بيشعر بيها هو شعور الامان مع اللي بيحبه. والامان بيجي لما احس ان انا شايف نفسي بعينيك انسان جميل. لما تكون الست شايفة نفسها بعيون جوزها انه واثق فيها وراضي بيها ومبسوط منها، يقولها كلام حلو بيشجعها كتير، ساعتها الراجل يحس بعينين مراته او الست تحس بعينين جوزها ان هو مبسوط وحاسس بالامان. ده ما يجيش الا من كلمة الحلوة. كثرة التريقة
والكلام المحبط والكلام اللي يدل على عدم الرضا بيخلي الإنسان يشعر إن حياته كلها تعاسة، لأن شريك الحياة اللي عايش معاه كلامه مش حلو معاه. من أقسى من القسوة، من أقسى اللحظات اللي بتعدي في البيت لما ست تلبس حلو وتعمل شعرها ومش عارف إيه والراجل يتريق عليها، وهي عاملة أقصى حاجة عندها يتريق على الميك اب بتاعها ولا على شكلها، بتبقى لحظة محبطة لأن ده عكس الثناء والتشجيع. تفهم ساعتها ليه النبي عليه الصلاة والسلام كان دايما كلماته فيها تشجيع للسيدة عائشة ولزوجاته كلهم، يوم ما كان قاعد صلى الله عليه وسلم بيخيط الثوب بتاعه والدنيا حر، ما عندهمش تكييفات والدنيا حر بقى في الجزيرة العربية وعرقان، في السيدة عائشة بصت له كده بتقول له يا رسول الله بص الكلام، لو رأى الشعراء جبينك وهو عرقان كده لنظموا في وجهك شعرا، ايه المجوهرات اللي على وشك دي؟ فقام حاطط النبي الثوب قال ونزل فقبلني بين عيني وقال والله يا عائشة ما كافأتك مثل ما كافأتيني. مش عارف اقول لك ايه على الكلام الحلو ده، مش عارف اعبرك زي ما انت بتعرفي تعبري وتشجعيني. حب، اذا كان ربنا بيشجعنا، ما هو ربك لما يقول لك ادخلوا الجنه بما كنتم تعملون، ما احنا عارفين احنا داخلين الجنه برحمه ربنا، لكن تشجيع يلا تعبت شويه في الدنيا خشوا الجنه، وهي اصلا داخلين برحمه ربنا. لما ربنا يقول للملائكه يوم عرفه انظروا لعبادي جاءوني شعثا غبرا قد غفرت لهم، جايين تعبانين وشقيانين، شايف التقدير؟ كلمات الثناء والتشجيع من الرب للعبد. احنا بقى كمتجوزين اولى ان كلام الثناء والتشجيع عشان احس بالامان مع مراتي والست تحس بالامان، لازم تسمع الكلمه الحلوه دي اول لغه لصناعه لحظه الحب. ومن اللغات اللي تعبر بيها عن حبك في لحظه الحب او انت اللي تصنع لحظه الحب باللغه دي هي لغه المعيه، الوقت الجيد، إنك لما تبقى مع شريك الحياة أو مع شريكة الحياة تبقى أنت قاعد بكلك مركز بتسمع بتبص. أجانب عندهم مثل بيقول human spell love T-I-M-E، يعني الإنسان لما يجي يكتب أو يستهج كلمة الحب يكتبها الوقت. الوقت هو أكتر موصل جيد للحب. وأنا أقول لك حاجة، أخرج كده روح أي مطعم هتعرف تفرق ما بين المتصاحبين والمتجوزين. المتصاحبين قاعدين الخروجة بالنسبة لهم مهم نكون مع بعض، هو أصلا بيأكل بطريقة في بيته أي حاجة، لكن يجي قدام صاحبته وهي كمان هي بتأكل هو بيبص لها، هو بيأكل هي بتتكلم معاه، كأن الخروجة مع بعض والقعدة مع بعض والوقت مع بعض هو الغاية، وكان الأكل وسيلة. عكس المتجوزين، المتجوزين الأكل قدامهم كل واحد بيدب وهو قاعد، مش بيتكلموا مع بعض، مش بيبصوا لبعض. فين الحب؟ فين الكواليتي تايم اللي بيقولوه الوقت الجيد؟ فين لذة ان انا وانتي دلوقتي بقينا لوحدنا وعايزين نتكلم مع بعض نطمن على بعض؟ تفهم ساعتها بقى ليه النبي كان بيهتم بالموضوع ده، انه لما كان بيقعد مع السيدة عائشة او مع اي حد من زوجاته، بس اشهر قصصه مع السيدة عائشة، كان بيدي الكواليتي تايم المعية، انا موجود بكلي. فتقول السيدة عائشة كنت اتعرق عرقا بنهش كده بقى باكل حتة لحمة من معزة، فرأى النبي صلى الله عليه وسلم موضع فمي فوضع فمه على موضع فمي على العرق على حتة اللحمة دي وقام واكل برضه. ده قاعد مركز معاها. فاكر لما بقول لك الحبيبة ولا المتجوزين؟ لازم المتجوزين هم يكونوا الحبيبة، ده بيبص لها وهي بتحط شفايفها على حتة العظمة المليانة باللحم دي وقام حاطط فمه الشريف صلى الله عليه وسلم. ده مركز، ده بيفكر ازاي يصنع اللحظة بالمعية، انا شايفك انا سامعك. ساعتها بقى انا فهمت ليه النبي كان بيتسابق مع السيدة عائشة، راجعين من غزوة من الغزوات يقول للجيش تقدموا تسابقينني يا عائشة. ايه ده؟ ده قاعد يفكر اقول كلام حلو، قلت كلام حلو، طمنت عليها، دردشنا، طب ما تيجي نعمل حاجة لطيفة تخلق شيء جديد وانا معاكي، تخلي عندنا ذكريات المعية واحنا مع بعض. اوعى حد يقول يا عم الرايق بقى، اوعى النبي، النبي عايز تتكلم عن النبي؟ النبي اللي هو اكتر واحد مشغول ومهموم في الدنيا كان عارف ان ده عبادة. لحظات المعية والوقت الجيد بين الحبيبة المتجوزين يعني دي عبادة، وإلا النبي ما كانش اهتم بيها. والنبي لما يعمل أي حاجة تبقى أشرف عبادة تتعمل في الوقت ده. عشان كده تسأل الطفلة من الأطفال مش عارفك إن بابا وماما بيحبوا بعض، فكانت بتقول يوم الأجازة كانوا بيفطروا مع بعض الصبح قبل ما ينزلوا كانوا بيلبسوا لبس حلو ويحطوا برفان هما الاتنين مهتمين إحنا مع بعض. أقول لك على سر، لما بكون انا موجود مع مراتي ومش مهتم باصص في التليفون ولا ببص في الجرنان ولا بقلب على الماتشات وهي معايا، انا كده باخد من رصيدي. عارف ما بقاش موجود احسن، لكن موجود ومش موجود، موجود بجسمي وقلبي مش موجود كنايه عن الزهق.
عشان كده مهم جدا المعية، الوقت الجيد. ده اللي خلى سيدنا عمر بن الخطاب يسأل بنته حفصة، هي الست تقدر تستحمل بعد جوزها عنها قد ايه؟ قالت له 4 شهور اقصى حاجة. فراح كتب مرسوم يعني كأنه قانون كده رئاسي ان ممنوع جندي يقعد في الجيش في الفتوحات اكتر من 4 شهور، ارجعوا لمراتكم عشان تكونوا مع بعض. وكان هو بيعرف يقرا ويكتب، وكانت ناس كتير اميه ما بتقراش وتكتب، كان يلف على الستات ياخد منهم عايزين يكتبوا ايه لجوازهم، وهو الخليفه كان يكتب جوابات الحب بين المتجوزين ويبعتها مع الرسل للجنود اللي على السواحل وفي المناطق البعيده. المعيه كانه بيقول يا كل جندي بعيد مراتك بتقولك انا بحبك، انا معاك حتى وانت بعيد. المعيه اللغه الثانيه من لغات الحب، من اللغات المهمه قوي 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 عشان تعبر بيها عن حبك او تفهم بيها حب اللي قدامك، هي لغه الهدايا. انا قلت لك من شويه الثناء والتشجيع الكلمه الحلوه، ثم المعيه يعني الوقت الجيد، انا معاك بقلبي وعقلي. رقم 3 الهدايا. ايه حكايه الهدايا دي؟ مفيش شك ان لما حد بيجيب لي هديه ببقى مبسوط، والنبي اللي قال كده قال عليه الصلاه والسلام تهادوا تحابوا، لان الهديه كاني وانا مش معاك فكرت فيك وعارف انت بتحب ايه فجبت لك اللي انت بتحبه. بس اسمع، وانت بتجيب الهديه لازم تعرف اللي قدامك نفسه في ايه. يعني انا قعدت مثلا سنه تقريبا بعد ما عرفت مراتي عشان اجيب لها ورد، لان انا مش في بالي ايه ورد، دي حاجات ملهاش لازمه يعني يومين وثلاثه ويتبلوا. هي كانت تتمنى اجيب لها ورد، وانا حتى رايح اشتري ورد لما عرفت ان الورد مهم، رايح بدفع فلوس وانا بتقطع ليه؟ مش عشان الفلوس، عشان نفسي اجيب بيه سندوتش، اجيب بيه مثلا جزمه. انا مش في بالي ان الورد دي حاجه بتموت يا عم، هو الرجاله اصلا كده، لكن الست بالنسبه لها الورد دي حاجه مهمه قوي. فمهم ان الانسان يفهم ان لغه الهدايا، على فكره مش لازم يكون معاك فلوس كتير، شوكولاتايه بجنيه ترجع بيها لمراتك ولا ترجعي بيها لجوزك، انا بفكر فيك وانا مش معاك. عشان كده اتسالت بنوته صغيره، مش عرفك ان ماما بتحب بابا؟ فقالت وهو قاعد بيشتغل في البيت وهو يا عيني تعبان كده، تخش تقولي تعالى نعمل كوبايه قهوه لبابا، وتعملوا القهوه وتدوقها عشان تطمن ما تكونش سخنه مولعه، وتفاجئوا بيها وهو قاعد. حاجه بسيطه بس هديه، كاني عايز اقول لجوزي. الست بتقول انا فاكراك وانت تعبان ومشغول. اكتر قصه اثرت فيا لما ست ماتت، فجوزها اخد عبايتها ولا فستانها وعملوا سجاده صلاه عشان يبعت لها الحسنات هدايا وهي في قبرها. فتعلم ثقافة الهدية، لأن تهادوا تحابوا، اصنع لحظة الحب بالهدايا ولو كانت بسيطة. أوحش رد فعل لو حسيت بالحب إنك ما تعبرش عنها، تكتمها، تسيبها لنفسك. لازم تعملها زي كابشرينج كده، تحط لها إطار، تاخد لها صورة، عارف، إطار كده، تحط لها إطار عشان تحسي بيها، ما تبقاش عدت زي أي لحظة موجودة. من اهم اللحظات دي لما بشوف عطائها لبيتها، بشوف محافظتها على علاقتي باهلي، بشوف رضاها يعني ان هي بترضي ربنا فيا وفي اهلي وفي بيتي وفي بنتي دلوقتي بعد ما خلفت. ده بيخليني فخور بيها جدا، فخور ان انا ارتبطت ببني ادمه افعالها تخليني اقرب من ربنا، وافعالها تخليني اشوف كرم ربنا في مراتي وفي بيتي. الحب محتاج يتغذى بالكلمة الحلوة، ومحتاج يتغذى بالرومانسية، ومحتاج يتغذى بالاحتمال والتسامح، وكل معنى جميل هو في النهاية اسمه حب، مش هو. لكن أنا حسيت في نفسي إن أنا سعادة وأمان وراحة بال، شايفة مستقبل. الست بتستقبل لحظة الحب حسب طبيعتها، يعني ما أعتقدش إن في مارك كده او حاجه معينه محطوطه بيتقاس عليها، لانه في ست بتحب قوي الكلام ويفرق معاها جدا حتى لو ما فيش حاجه، وفي ست تانية لا بتشوف ده متجسد في حاجه معموله فيها جهد شويه، في هديه حتى لو مش هتكون غاليه، بس انه في يعني بحس انه هي حسب تركيبه الست وحسب قرايه. يعني يوم الراجل بقى هيصيب لحظه الحب دي صح، انه يبقى فاهم هي عايزه ايه. يبقى كلمات الثناء والتشجيع، يبقى الوقت الجيد، يبقى الهدايا. رقم 4 عشان تعبر عن لحظة الحب أو تصنع لحظة الحب، الخدمات. لما تعرف تخدم شريك الحياة أنت بتقول له أنا عايز أتعب عشان تبقى مبسوط، أنا انبساطي إن أنا أتعب بس أنت تكون مستريح. في فرق، إنك تعمل المطلوب منك ده تحمل المسؤولية، لكن لما أنا أعمل المطلوب من شريك الحياة دي خدمة، لما أعمل لك المطلوب منك أنت. عشان كده لازم تبقى دايما سامع في ودانك كلام زوجات النبي، كان النبي صلى الله عليه وسلم في مهنة أهله، كان هو اللي بيساعد في البيت،
يخصف نعله ويرقع ثوبه ويحلب شاته ويخدم نفسه. دي مش وظائف الرجالة، إني خيط في العباية بتاعتي وخيط في الجزمة بتاعتي واحلب يعني أعمل الغداء. ما هو زمان كانوا بيتعشوا ويتغدوا مثلا أو يفطروا لبن، واحلب أنا الشاه. كان النبي صلى الله عليه وسلم بيبعت رسائل الحب عن طريق الخدمات. لما الراجل في يوم من الأيام يرتب سريره، دي غالية جدا عند الست، بيقول لها أنا بحبك أنا عايز أخدمك. لما الراجل يبقى راجع تعبان وعايز ينام والست تقول له بص هناخد العيال بعيد عشان تعرف تنام، دي خدمة. يشعر الراجل إن الست بتحبه وبتعبر له عن الحب اللي جواها عن طريق الخدمة. مش هنسى مرة كنت مرة مع حد من الأجانب، وكان الراجل الأجنبي ده بيني وبينه شغل معين يعني، هو كان موجود مع صاحبته. تعرف الأجانب غالبا بيصاحبوا يعني مش بيتجوزوا كتير يعني، فكان موجود مع صاحبته وكانوا لسه متصاحبين جديد. فأنا بوصله هو وصاحبته اللي هي المفروض بالنسبة له زي مراته، وأنا ومراتي موجودين. فطبعا طالعين من المكان اللي كان فيه الشغل ده، فأنا سبقت على العربية ببص في الموبايل في الواتساب ولا مش عارف إيه، ومراتي جاية ورايا. هو ماشي جنب صاحبته. وبعدين أنا قمت فاتح العربية وقعدت ودورت، أهي جاية مراتي يا ربنا إن شاء الله تيجي بالسلامة. أما هو فسبق ومفتح الباب لصاحبته، قعدت الأول ابتسم لها. أنا عملت لنفسي كده قلت طب دي مراتك حلالك يعني، أنت اتعدل وخليك إنسان محترم. عيب يبقى هو بيفتح لصاحبته وما تفتحش لمراتك، ودي حلالك. الحب عبادة يا بتاع أنت. عشان كده تفهم بقى، تفهم ليه النبي صلى الله عليه وسلم قعد الجيش لما السيدة عائشة العقد بتاعها وقع منها وضاع، قعد الجيش 1400 مقاتل عشان ندور على عقد مراتي، عقد السيدة عائشة. كانوا بيبعت لها رسالة أنا بحبك، أنا هدور إزاي أخدمك. ولما تسألت الطفلة الجميلة مش عارفك إن بابا بيحب ماما، فقالت عملت عملية في ظهرها في يوم من الأيام كانتش تقدر توطي، فكان هو اللي بيلبسها الجزمة ويربط لها رباط الجزمة ويضحك وهو قايم عشان ما تحسش إنه بيعمل لها أي حاجة. ده اسمه الحب، إنك تدي الخدمة. بعد الخدمة ناقص لغة من لغات الحب، ألا وهي اللمسة الجميلة. يعني إيه اللمسة الجميلة بين الست والراجل؟ جماعة بلاش نحصر اللمسة بين الست والراجل في العلاقة الزوجية، علاقة الفراش. ستات كتير ورجالة بيشتكوا إن مفيش لمسات عبادة، لمسات جميلة بينهم وبين بعض. لما إنسان يطبطب على كتف مراته ويقول لها شكراً، دي يدل إن أنا مبسوط. أنت عارف إن علماء الطاقة بيقولوا إن في طاقة بتنتقل من جسم الإنسان، طاقة سلبية لما تضرب حد مثلاً، التلامس ده بينقل الغل والكره، أو طاقة إيجابية لما تحب تطبطب وتنقل الحب من إيديك. اللمسة الجميلة دي أصلاً بتنقل الحب. عشان كده علمونا الناس اللي بتفهم، لما تكون في وسط الناس مع مراتك ابقى حط إيديك على كتفها كأنك بتقول لها، حتى ولو أنا في وسط قرايبي وفي وسط عيلتي أنا مش ناسيك، فأقوم حاطط إيدي كده على كتف مراتي أنا مبسوط وأنا معاك. اللمسة الجميلة، البوسة اللي على الجبين كأنك بتقول شكراً إن أنت في حياتي. الست كانت بتشتكي، السيدة عائشة بتقول يا سيدنا محمد الستات بيشتكوا من جوازهم، فواحدة بتقول زوجي إذا أكل لف، وإذا شرب اشتف، وإذا اضطجع التف، لا يولج الكف ليعلم البث. إيه الكلام الصعب ده؟ بتشتكي بتقول جوزي لما يجي ياكل يلف على كل الصينية حتى ما فيش كلمة شكرا، ما بعرفش يحب. وإذا شرب اشتف، يشرب الكوباية كلها من جمال العصير اللي أنا عاملاه، ما فيش حتى ربنا يخليك اشتف كده ويبقى جزاتي. وإذا اضطجع التف، بيروح كده في آخر السرير يكعور نفسه باللحاف ويسيبني نايمة لوحدي كده. وإذا اضطجع التف لا يولج الكف، عمره ما حط إيدي على كتفي كده ليعلم البث، عشان أبث له حبي وأحزاني، عمره ما لمسني لمسة حلوة. ست تعبانة وراجل تعبان بسبب إن مفيش لمسات إلا لمسات الفراش، لأ في لمسات كتير جميلة. تفهم ساعتها ليه سيدك النبي صلى الله عليه وسلم يوم ما كان الأحباش بيلعبوا بالعصيان في العيد ندى للسيدة عائشة تحب تتفرجي؟ بس بص الرواية دي من روايات الحديث، فجت السيدة عائشة عايزة تتفرج على التحطيب، اللعب بالعصيان، بتقول فوضع يده على عضادة الباب، حط يده على الكمر بتاع الباب كده، ووضعت أنا رأسي على كتفه وخده على خدي. حطت رأسها كده فالنبي لزق خده فخد مراته. طاقة، حب، لمسة جميلة، كلها مشاعر، تعبير عن الحب. أنا فرحان وأنا جنبك. عشان كده في القرآن ربنا اتكلم عن الخصام وقال فهجروهن. الهجر ده الخصام، ونحن مش قريبين من بعض وبننام بعيد عن بعض، ده أحد صور الخصام والمشاكل. لما ناس تكون عايشة حياتها كلها هجر وما فيش لمسات جميلة عبادة زي ما كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم بيعمل كده، يبقى في مشكلة في صناعة الحب. لحظة الحب، لحظة هي من أشرف اللحظات العبادية وانت مع مراتك أو انت مع جوزك. ركز بعد كده،
انك تصنعها. وما تقولش ده روقان وده دماغ فاضيه وده دماغ رومانسيه، لا، ما تعيش نفسك في كآبه. النبي كان بيصنع لحظات الحب، النبي كان شايف ان ده سيوصله الى الله سبحانه وتعالى. فاصنع لحظه الحب بالثناء والتشجيع، اصنع لحظه الحب بالوقت الجيد، وركز وركزي مع شريك الحياه وانت قاعد معاه بقلبك وعينيك ودانك، واصنع لحظات الحب بالهدايا، واصنع لحظات الحب بالخدمات، واصنع لحظات الحب باللمسه الجميله. اللمسه دي بتنقل كل طاقه الحب. فاللهم من علينا بالحب في قلوبنا، واجعله زادا لنا الى يوم نلقاك يا حبيب يا محبوب يا رب العالمين. عد الحاجات الحلوة حواليك عدها، وكل لحظة فرحة عيشها وحسها، ولربنا سلم أمورك كلها، ده هو عنده المبتدأ والمنتهى. يا ترى اللي جاي قد اللي فات من عمرنا، مين اللي عارف بكرة ايه مكتوب لنا؟ لحظة ألم قلب اتظلم، دمعة فراق فرحة لقاء، صعبة الحياة وهينا، قاسية وساعات حنينة. لحظة ألم قلب اتظلم، دمعة فراق فرحة لقاء، صعبة الحياة يا وسام.